هو حساسية الأنف هي من أشهر الأمراض في تخصص الأنف والأذن والحنجرة. المريض دايما بيحصل عليه اختلاط بينه وبين أعراض البرد العادي، إنما هي حساسية الأنف لها أعراض مميزة، أهمها نوبات من العطس، الرشح، الحكة في الأنف وانسداد الأنف. الأعراض دي ممكن تكون متقطعة مع اختلاف الجو، دي اللي بنسميها الحساسية الموسمية، سواء في مدخل الخريف أو الربيع، أو الحساسية المزمنة اللي بتبقى على مدار السنة، ودي دائما بتكون نتيجة الغبار المنزلي أو نتيجة الفطريات اللي موجودة في الأماكن الرطبة. طبعا حساسية الأنف لها علاج، وفي اعتقاد شائع عند كتير من الناس ان هي ملهاش علاج. طبعا احنا بالنسبة للأعراض لازم نتحكم في الأعراض دي، لازم ياخد المريض بعض العقاقير او الأدوية زي بخاخات الأنف او مضادات الهستامين للتحكم في الأعراض زي الحكة والعطس والرشح وانسداد الأنف، انما هو ده مش علاج قطعي. في طبعا علاجات حديثة كتير عشان علاج قطعي للحساسية. في بعض الناس المرض بيبقى مزمن بشدة ولا يستجيب للأدوية اللي أنا ذكرتها من قبل، فلازم نتوجه إلى علاج آخر وهو العلاج المناعي. بنشوف المريض عنده حساسية من أي مركب من اللي أنا قلتها، مثل زي الغبار المنزلي أو الفطريات اللي موجودة في الأماكن الرطبة، ونبتدي نديله تطعيمات ضد الحساسية، تطعيمات معينة ضد الحساسية بتتاخد على فترة من 6 شهور لسنة، ساعات توصل لسنتين، عشان نخلي جهاز المناعة بتاعه ما يتفاعلش مع هذه الأشياء بعد كده. كنت معاكم الدكتور ياسر نور، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة. تابعونا في ذا كلينيك.